بوقت مناسب. يعني 90% من البرلمانيين مهتمين اهتمام كامل في عملية كشف السرقات. يعني 3 سنين 4 سنين أنا أروح أظل بس أكشف سرقات، يعني ما راح دراسة إدارة. وأرجع أقدم، البرلمان يقدم مقترحات على الأخطاء، يقدم ملاحظات على الأخطاء، الوزارات تقدم. ما يصير يا أخي الكريم إدارة اقتصاد تمام غير هذا. تمام أستاذ الرئيس. دكتور أحمد، هل تتوقع في الفترة المقبلة أن يكون هناك تخفيض لرواتب الموظفين وفق المعطيات الحالية؟ أستاذ قيس، يعني أنا استغرب والله العظيم أنه يعني أغلب المتحدثين الصحافة يضعون اللوم على البرلمان. يا أخوان يا أعزائي، البرلمان وظيفته تشريعية ورقابية. أنا شرعت قانون الاقتراض وضعت بشروط، إذا الوزارة ما تلتزم بالشروط الشروط خلال 60 يوم ما سوت إصلاحات. وأنا هالمرة كل الحق وياكم دكتور أحمد، هالمرة كل الحق وياكم بصراحة كلجنة برلمانية. لا لا، هم الكل، يعني حتى ضيفك الكريم الآن ده يتهم البرلمان. هذا الكلام ما مقبول الحقيقة، لأنه إحنا وضعنا شرط خلال 60 يوم يقدم إصلاحات. ما قدم، يعني شو أسوي؟ قلنا له يا أخي معالي الوزير، ما أكو موافقة على قرض ثاني، ما ممكن أن نمضي بالبلد إلى زيادة المديونية. قسم ديون العراق الخارجية والداخلية على عدد السكان، نطلع أنا وياكو مطلوبين جد ريد العزيز، نطلع مديونين كل واحد 3000 دولار. معقول هذا الكلام؟ زين أنا شو أسوي في هالحالة؟ استاذ ريد، ما عندي غير حل أنه أنا أستضيفه، أستجوبه وأجيبه للبرلمان. ما مطلوبين ما مطلوبين أستاذ. سوء الإدارة اللي ما تابعت ديوننا، سوء الإدارة اللي ما باعت. بدي أقول لك إحنا ما لنا علاقة كرجنا برلمان. أستاذ العزيز، أستاذ العزيز، البرلمان إحنا ما نعاتب من باب يعني التهجم. إحنا نعاتب لأن هم يعني وزير مالية ولجنة مالية. لجنة مدى يقول لك اللجنة طلبت قبل 3 أشهر 4 أشهر خطة إصلاحية. خطة إصلاحية ما أجت اللجنة. أركب سيارات وأداوم بوزارة المالية. ما عدنا على أي أساس؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ وزارة بحال ذاتها. أي نعم، وزارة زيادية. أكو موضوع، أكو موضوعة أحنا نفتقدها. الإدارة من موقع أدنى. يا سيدي يعني قصدك العزيز، يعني قصدك يقيلون؟ ما يقيلون، ليش يقيلون؟ خلوا على حد لو شنو يروح يقعد مع اللجان يتابع يباوع. ما عندهم صلاحيات؟ عندكم صلاحيات استاذ دكتور احمد؟ يعني منو خلص صلاحيات استاذ؟ منو خلص صلاحيات؟ انا في حاله ازمه. تفضل. في حاله ازمه. الازمه بس اسمع لي، الازمه يريد لها حلول استثنائيه. وزارة كتومة مدى ينطون معلومات بالمناسبه؟ يعني حتى للاعلام المتفاعلين، يعني حتى استاذي انا في حاله ازمه. الازمه لها رجالها والها ادارتها. الازمه معناتها استثناء من القواعد الاعتياديه. وفق اي قانون هذا؟ اكو قانون هيك ما اعرف. انا ما اخلي قانون، هذا هو الوضع الان امشي بهالحاله. دكتور أخلي احمد قرار. دكتور احمد، شنو صلاحياتكم في الوقت الحاضر؟ شنو ممكن تسوون؟ ماكو صلاحياتنا راح نطلب اولا استضافه للسيد الوزير، نجي نستفهم من عنده شنو هاي القرض، وين راحت فلوس القرض اللي احنا كنا مخصصيها للرواتب، وحسبنا انه العجز الشهري بين الإيرادات والنفقات 3 تريليون، وافقنا على 15 تريليون، يعني يفترض تكفي 5 أشهر إلى نهاية العاشر. لكن إلى نهاية العاشر بيان الوزارة، بيان الوزارة اسمح لي، أنه تم تخصيص المبالغ لبنود أخرى غير الرواتب، يعني مثلا القوات الأمنية للديون والالتزامات، يعني للموازنة التشغيلية. إذن القرض انتهى حسب قول وزارة بشهر 8، يطلبون قرض آخر. إذا أحسبها يعني على 5 تريليون، هم صارفين القرض، يعني أحتاج 20 تريليون أخرى حتى أكمل السنة. أقول أن أدير البلد بالاقتراض، أي واحد يجي حتى إذا شخص أمي هم يجي مع احتراماتي يقدر يداين ويوزع. أي واحد صحيح. إحنا نريد خطة إصلاحية، خطة نتعاون بها. أنا
المسؤولية التضامنية. تمام دكتور أحمد، أنا سألت حضرتك بخصوص هل هناك ربما سيكون تخفيض في رواتب الموظفين إذا ما استمرت أسعار النفط بالهبوط مع استمرار أيضا جائحة كورونا؟ تحديد الرواتب، سلم الرواتب أيضا من وظيفة السلطة التنفيذية الحكومة، ولكن احنا وضعنا بعض المعايير بعض الأطر اللي يتم من خلالها إعادة تحديد سلم الرواتب بحيث يحقق العدالة في التوزيع، يعني الفرق الجاب أدنى راتب وأعلى راتب إلى أدنى حد ممكن. تمام، في سؤال أخير لحضرتك دكتور أحمد، قد أدنى مزدوجي رواتب في العراق؟ أستاذي أنا ما مع تخفيض الرواتب.